السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد وتفسير جديد على قناتكم لتفسير الأحلام. فسر ابن سيرين النبي إبراهيم في المنام بالخير والبركة والعبادة والسيادة في الرزق. وقد تدل رؤية النبي إبراهيم في الحلم على هجران الأهل والأقارب في طاعة الله. ومن رأى أنه صار النبي إبراهيم وصاحبه في المنام فهذا يدل على البلاء من الأعداء، لكنه ينصر بإذن الله. يقول ابن شاهين في رؤية إبراهيم عليه السلام في المنام تدل على وصول الرأي جورا من سلطان ظالم. ومن رأى النبي إبراهيم عليه السلام بشكل حسن في الحلم فهذا يدل على نيل الرزق بمحبة الله تعالى وذهاب الهم والغم. أما رؤية سيدنا إبراهيم مبتسما في المنام فيدل على ذهاب الهم والغم وإثبات الخير. أما من رأى النبي إبراهيم حزينا في الحلم فقد تصيبه شدة وضيق في ماله. فيما رؤية الحديث ما سيدنا إبراهيم في المنام فتدل على إصلاح ذات البين. من رأى أنه يستمتع وينصت لحديث النبي إبراهيم في الحلم فهذا يدل على حسن العبادة والطاعة، وإن لم ينصت له في المنام فهذا يدل على التقصير في العبادة والنفاق في الدين. فيما رؤية الجلوس مع النبي إبراهيم في المنام تدل على التشريع ومحافظة على الخير وهجران أصحاب السوء. أما رؤية سيدنا إبراهيم يذبح إسماعيل في المنام فتدل على المصارعة لطاعة وعبادة الله تعالى. ورؤية سيدنا إبراهيم يضع السكين على رقبة إسماعيل في الحلم تدل على الوقوع في الشدائد والخروج منها. أما رؤية موت سيدنا إبراهيم في المنام فتدل على الفساد في الدين. ومن رأى النبي إبراهيم مريضا ويموت في المنام فهذا يدل على وجوب الاستغفار. أما رؤية مقام سيدنا إبراهيم في المنام فتدل على الحج إلى بيت الله الحرام. أما رؤية إبراهيم عليه السلام في المنام للفتاة الأزباء فيدل على البشائر والسرور، والله أعلم. أما رؤية إبراهيم عليه السلام في المنام للمتزوجة فيدل على الذرية الصالحة. وإذا رأت المرأة المتزوجة النبي إبراهيم منتسبا في الحلم فهذا يدل على الخير والرزق. أما رؤية إبراهيم عليه السلام في المنام للحامل فيدل على الصلاح في دينها. وإذا رأت المرأة الحامل النبي إبراهيم مبتسما في الحلم فهذا يدل على تيسير أمور الولادة. أما رؤية إبراهيم عليه السلام في المنام للمطلقة فيدل على الهداية والعلم. وإذا رأت المرأة المطلقة النبي إبراهيم مبتسما في الحلم فهذا يدل على الفرج القريب إن شاء الله. هكذا نكون قد وصلنا إلى تفسير اليوم. أتمنى أن ينال إعجابكم، وإلى اللقاء في فيديو جديد وتفسير جديد إن شاء الله.